نيل رادو أوجست كونت هذا أوجست كونت بعد هذا وأنك قالوا يدادين وفيلسوف كي علمي قبل شدة فيلسوف الاجتماع البشري أنكم وإيش كده يدنا تاس علمي ما كنت يدنا إيش كده يدنون إيش كده يدنا ما في سؤال ما حاس لكن أنكم ساينتيفيك ما علمي ما كنت يدنا حلينا هاي أباها علمي قبل هذاكم وابن خلدون وي ابن خلدون بو أنتوا كسر واحد يبو شيء وياه أوجست كونت مش شيء أنا ألي فيهم العلم ذا لكن مجمرك علمي يلا برتاي وحاله دوا أرضي سو آخر كتاب كي مقدمة ابن خلدون أوجست كونت لكن عوسمي أورجل بيدي علمي ابن خلدون إسلام بوها علمي ابن خلدون بوها علمي إسلام بوها أو قرآن كسلكوها يا لكن علمي أوجست كونت كسلكوها يا مادي أوجست كونت كم حولي بني آدمكو محاورنا نكو سؤال محاك جاوبني محاورنا بني آدمكو وحو لوا بريستي رسالة إلهي لكن أوجست كونت حولي بني آدمكو وحو لوا بريستي إسقون إسقيرنين أو أم أو جاهلة سيدي نور إسقو الله خصوصا لغريده أو إسدوندون أو قاون أو عرريا أو حيوان أو تمب البلا له أو مر إريني مارة ديارة مر لباح إسقايان ميل أسع يقرنين ظلماتهم بعضها فوق بعض يكون مركاب الضبك هلي ضبك يسوى نصيب ما يحكوا لفنه بوعي جري ضبك وهلي 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 وصوص عضي وحو قرتي وحو كسو قولي مرحلة مارتي حيوان نمدي وقاردي وقالي مرحلة وقاردو كبحي وحو قالي باريه مرحلة حولو راعي جري وكبحي باريه وكسو بحي ورشديه وكسو بحي أقد administration كي يكون كي بقعان تكون لقيمة كده هذا الكيان نجيل ما تقعنا أو just can't bear it دمان والسكول درميسي صح والسكول يعني صح كل قفة سودي يورو جاب سكول سودي يورو وحلو سو آخرين مجرو تاريخ الإنسانية بنظرتها المادية هذا تاريخ الإنسانية بنظرتها المادية هذا لكن عجرة تاريخ الإنسانية بنظرتها الروحية واتين ويان وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا وعلم هذا القبر سمضى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا واسجدين إلا ما علمتنا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قضية خطيرة جدا وي أنكم أسكت ظلم رنام وكفر إيمان ومادة يروح حساستها وعقل حقيقية هي عقل ضنية ضنية ومحي من لو صاب على صامري من لو إلى هنا حلي إنه إن يظنون أبوي وباب ملايين يعنبا أنكم ما هم له أنكم وواب أوكي ماشي ما حكوا جرنا كمان أو just can't حلي بني آدم كوكو هاي واحد صوب بلعبين واحد قرش الآن labo hada nusa wa khatira marxaladdu kowad xumi galanay marxaladdu kowad markay xub garan wayn maxaa ku dhacay wuxuu yiri meesha waxa ka dhacay hilaac isaanka kow ku yimid soomaa hilaac iyo danabyo iyo alaabo uu arkay uu argagaxay waxaan wuxuu ka dhigay gariir buu dhukii ba gariiray oo naxay buu dhukii ka cabsooday marna sabadii buu ka cabsooday duufaanay bidii buu dabeelii ka cabsooday wuxuu bilaa barka an yaabuda hadii umur arimaha uu arkay ee dabiicadda uu caabudidii marxaladii kowaad waxaan maamisaneen marxaladii labaadna ibaadatu al-ashyaa buu galay wixii ka cabsiyay buu ilaahay u qaatay wadhukan uu gariiraya milo fokaayada babokaada iska caabud dabeelaha caabud al-aadan caabud waxan caabud marka muxuu yiri marxalatu al-ibaada mutaakhira an marxalati al-khuraafa isagu markii hore khuraafi buu ahaa waxaan maamisaneen markii laad muxuu maamisanay waxa uu caabuday markuu bislaaday insaanku bislaaday oo qartay waxaan wax iska dhacaynayeen ee nabiyadu u yimaadeen buule nabiyadu markaas ugu muxuu cunaya dadka kale ka aqli badan dadka kale ka cilmi badan way qanciyeen waxa ku dhaadeen waxaan caabudine ilaah waxaan abuuraa jiray caabuda bay kiraade marka ilaah yaa sameeyay soo duuri nabiyada sabii oo just a consensus of fakaraya marxaladda labaad wuxuu bixiyay marxaladda aqli markuu binaadanku bislaaday muxuu qartay hatta nabiyadu inay hayaan dad yar aqli badan oo iska dhaafay aqligii waa minaadeed logic iyo maskaxdii cilmiga sayniska
dhulka uu gariiraya oo gartay wuxuu u gariiraya falkaab aqarxay wax kale ma jiro wax ka cabsii ma hadal okay duufaan ba dhacaya waa dabeylo jeejeeray walaabo wala macnay okay day xamud oo baad laga dhaxay waa wax mudoo baa dhulka kala dhaxmarayo waskeer oo saar waskeer ma dhaxan ilmigi ba kartuul okay ilmo yar ba dhintay waxa dhintay saliiladii wax qalaayadkii oo nagaydi ba istaagay waa la gartay wax ma aha wax wax khatar ama wax laga cabsoonay ilmigi ba dhameeyay إذا مرحلة ديمك أن جنوم حلو مرحلة العلم والعقل أو just كنت يعني أنا أقول هكذا حنقول هنا أو just كنت إنه بين عليه حنقول هنا إنه النبي آدم مركو أبو رمي ولا أبو رمي محي علمه مو قوانين نبي آدم لكن مركو دبي قلبة هي قوانات كل ما تجنبها مركابيل وعقاب بهد قوانينه مركب ده مركب والسي لكن أصل كي هو سؤال القرآن ما هي سورة العراف كجسي مركب إلهي سبحانه وتعالى وكوربي أي فلما طفقة مركب يقول الجلان إن عنان يا ووري محل تسي أورود دي ولا تسي يلاس إلهي سبحانه وتعالى مركب إلهي مركب إسكرتيني خلط بينه لأن سوق قرطان وبلاد ووري إلهي أبو ريلا تجربة ملأ إكسبيرس بجواش إمك إكسبيرس كلا سريع مركا تاسوا خلتك أو جاسكوت وقالي ابن خلدون برحمه الله كتاب كيسة مقدمة يوسف في حنوه محلي مركا وقصو حضي وقدر على أبتو دي اللي كنيسة بك بحسين يكو كنيسة بعد يبتين أنك الله كنيسة في الإسلام إسلام كنيسة بجرتها كنيسة بضح أنك عاشت مجرتها مجرتها الحمد لله أحرار بانا نكو الحمد لله أنك إلهي وده نومد حاجة وذلك يورى الله بالوضع وإلهي ووضع تقال سبحانه وتعالى نبسوح شقشت إلهي كسوقاتها جل وعلا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى معناها سنو كجلها مركا بداية الدعوة والنبي نمو بداية كموك إلهي بوربا النبي نمو إلهي الرعي ما أنت نوى النبي نمو أوكي ما أنت ملقم مارمي كرا النبي نمدي هل البشر يستطيعون أن يعيشوا بلا دين بني آدم كما أصور تقالي كرتا إن النولادان بلا دين وسؤال مهم هو وحن غير جوابنا ها يا ما يبا سكولك إياك الله قرر مقارن ما يبنا دا تلادي واحد مركا بحل باريو وخلدان تاهي هدا ها تلادي وخلدان تاهي بلانا أنكو علمي غا موضوعي رائعنا حالين ها ولا نولاكنا بلا دين لكن نولاشي لنولاكنا سوشوا داويا ونرى كرنا بلادين وما توقع شيء هنا وضن كا وجو راح أبدا والدنمارك بلادين بينولي وقروح بدين ما كان دوش على جاكو لكن ما كان دحدي دين الآن تي محي كان سه دين ونرى الله معنا لهين سقاش سلام دولاني جسر دولاني وراح يسني وحوري عبد الله مصيري فيلسوف كمصر جو حوري ما كتاب بقرأ هذا ما بعد الحداثة مودرنيتي جدا بدي ما حد عاي مركي أدوك البحر كديب ما حد عاي وحد على الإنسان الآلة إنسان برا إنسان برا بلا ضرينا إيمكو قصل إيمكو أوي بالقفة كبرة أدوك مرت قف بني آدم مرت هو إيمكو أوي أو إيمكو قصل يا حد على درجة بيتها كانت سو كانت وحال لقي درين كعك كو عبر كل بمشى ضنت هذا كجورته وحال هذا وحال هذا الفلسفة المنفعية فلسفة واحدة براغماتيكا منفعية اوكي نبا كو سو غلي ابي هويدي با دنتا اسلامت با كديمات و خوكونا waxay ku dhacay geeri ninka xumaahay ad ka tiray qofkii geeri ba ku dhacday ha was kala mid dhigaysa isagii baas ka dhigaysa geeridi dilmaas u keenaysa oo ka dhaqmi kara soo galay xal waan gursaday hawd farxa allah taba waan gursatay thank you ata qosoki qofkan ma qoslaya ma ooyo ma qoslaya waa bir لكن واحد لقيه الشقادة ده كوجل ساس تنت هذا من هذا قصل وفرح وقف للسمية واحد حوصلة الإنسان حوصلة محل هذا وقف كي ولا شيء شوز صاب اللسمية صاب عشرة صار يقف في هذا من هذا نريد ولا قدر تري إنسانية الإنسان بعد ما تي دجال بالقوة هذه مركزات دراية دو حنا النهاية إنسان كون ولا كره بلا دين لكن سبوا كان لكن إنسان كون مركو دين لي هي ما تا إنسان كون دين لان ما معرفة أقانتو قالت واحدة أقانتو وحي كيمتها الله ميراد مانك أقان وأبورا وحالت
طبقية اللي جربي اللي قلي معملة يا شيء بارك اللي دقينا وهي كده شمح نقطة أقوم بنقطة لا بد أمر مسنة هذا منه واحد كده في علوم تلويق عن إنسانية سياسة دار دقالها أمانك والله ما عليه يعني دبي إنجنيري ما دي محدا فلك جيل محكرة شان أوحي الحسابي أنا كده واحد أنا قلت رديت وصدح مرات بكلمتها لا بد وصح لكن معك قدرت لزين وحيدة كتابك القرآن وإلا لقصوقات أقنت والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا سمين وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أنت سواء أنت قال الناس لو قرأت الله بدي شوية حماك أبوري وحي لباري لكن وحي أنت كونها يلا كان أباهن إن حلوها وعقلك بلادك وولي قاري كان يلا كاني وحي قال الله دورنا هذا بركة إذن وحلينا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى وحكو جرى معناها لبعض دقيقة أوكي معناها صدح هذا إذا لم تستحي تستحي بهذا استحياجي هي دي لحتفي لأنه وحكوه ري اللم حرف نفي وجزم مركا حرف جزم يقول وحو سمايا وحتفا مركا وحي عينك اللمتك أو كسو أرور مارتي أفكا عربي وحلقات كسو سوير إذا لم تستحي هذا الحشورين فصنع ما شئت إذا لم تستحي هذا الحشورين برسول الله هذا الحشورين وعجيب فصنع ما شئت وحاضون سماء إذا وحزتاقنا اللبو استلتاق كو استلتاق هو روحوية إذا لم تستحي أو تصدع دي النوع إذا لم تستحي هذا الحشورين الحياة الحياة حشوتك ومحي المحل حشوتك ومحي سأشي سويدية حشوت ومحاطها حشوتك وحي لذين مركي التعبيرين وحاجز نفسي طبيعي وحاجز أو حقفك إلهي كو أبوري أو لكن جدارو كلا أو نفسي سيكولوجي كلا طبيعي وقفك كل شيء انت بضن وفطري وكل شيء قفك انت بضن ولذلك آدم هو نبا كل شيء انت بضن لكن ودرجات بيكال لذا ألو كلا سرعيا ألو رشا وحاجز بارني ونفسي وسيكولوجي كلا محارني وطبيعنا وأكو أبو رنت يقفك بلادك يحول بينه وحول نحمر حاجز كاسو وحكيع لي يقفك السجا إيو إنه كل دعو وحا أيدتك إيا النفطة إيا الدين تبنى عيسو إنه كل عيد وفزوك الضريقة جوغا إنه وحول دور إسكا سمايا محاك علية حشوتك علية بركا حشوتك وحنا دا وحاجز كا نفسك إيه طبعي إيه كل دح أبو رن أديك وحلا أرك كرمها وقفك أبو رن تاين ولذلك أبو النبي عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير حشوتها دارت خير ما هنا وحكا لما كان حشوتها حشوتها خير أبو كان تتباجرها حشوت بضن وكان حشوتك بضن إني حقوك كالتنازلان حقي زمان ودي سنة وحشون سكامس هل كان بلوك الألاب لوك الأقادر يا ولا بلس اللي هي وضعون ولا بل بل كو كرتان كو مات من كرتان كو كرتان كو مات أربلو حاجة أنت ذلك عندك دوره ودي والله خلق قيمته إنه ما هو يلونها بلاك وحصل نبل قرن والله كسرني ده بيجي روحه وساق كنا فيه كنا فيه هاد دافه لكن بده بيو كنا عيسو لا يأتي إلا بخير خيره بكوجلها كي ولا قوم هانا يا في عناية سواء حماتة ك قيم قليل من غلا سدوا وناقة وحشانة يو دم بيجنا وحشانة مركا هاد يجر حشاتكم ملا وحلا وعي قف بلادك سوا سوق يا سلام لكن رقم أكو عينها محرنا وأني كان وان قبر قبره كله صدوم ركوا يعني ديهم بس كده يو أمسيه وان خو عينا لكن رسول الله لا يأتي إلا بخير ولذلك بي علماء ذي الأهدان حشاتكم وحويان إيمانك بركوا نبي وشيء صلى الله عليه وسلم حكوا دري درجاتك إيمانك أخلاق ذي ربك سوقات وحولي إيمانك وحقو سر لا إله إلا الله وحقوها سيبوني إمادة الأذى عن الطريق طريق أولا قادة وحيد باتها والحياء من الإيمان حشوت كنو محكمة دي هاي إيمانك هذا أرتقف حشاني واحد واحد وقاتينو يقف محي قف إيمان لأن حشوت ده دارت واحد وقاتينو ليه إيمان إيمان باك برقانية حشوت كيسا وحاو كانية وإيمان وإيه وحيي ولذلك أبو عثمان بن عفان لكسرة إيمانه
كان أكثر الناس حياء ما دام يمكيسوا بطنا محوها هكذا كوجو حشاد بطن هو النبي صلى الله عليه وسلم وصو قالين أبو بكر يسوى الأرك يجلبيزي أيو أنا سكيل يا رسول الله أبو بكر أقربا صو دافي بوري عمر باكو ربا صو قال دبوري عثمان باي بيدبو رسول خلوه لي وحوري صو دافي صو قال ده وسوري النبي صلى الله عليه وسلم وحشاد جلبيزي مقدن أقري مركب يقول أنس يا رسول الله أبو بكر باصو قال عمر باصو قال لكن عثمان مركو صو قال واسبد شيء وحوري كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة سيدي بنو خشوري برنين اي ملائكته الك حشوته ملائكتي لا بك حشوته ولذلك محل ملائكته حشوته وقف مركو كليغي هو اسكو جرى حمامك كليغي هو مسقلك جوغو اسكو ميدنايو دي قفنا كولوما جوغي وا اسكو ميدن دركا اسكو ساد تجرد سيابك اسما بن عفان دركا اسكو مسالي كرين مركو اسلامي كدب اسكو دركا بدسيتا يو ميدناي مركي لا دحاي مخاسر ويا لسا و خوري ملائكته اي اركايسا ما كحشوريو أنو قاون أو مرأة إني ملايتي لهي عركت ما كريب. إذن هذا هو من الحياة مركا معناها كوبادة كجرة ومحي إذا لم تستحي عمق إلهي هو جزء من الإيمان قفك مركو حشاط بيرا محاكرة إيمان ملاي من لا حياء له لا إيمان له وفايدك قادرنا هذا قفك حشاط بلهي وصوت هذا إيمان ملاك جزء فصنع ما شئتنا محاكو جبرا ليال وعجيب والموضوع هذا فصنع سو امر ما نبي يقول له ليه سمي واحد دون شيء هو نفس حي النبي قال بركه ما كانت هي ما امر النبي ما قادنا وحان دونا يلا ما فصنع ما شيء تبا معناها كوجه شنو الهي ايات القران كوري اعملوا ما هذا واحد دون تي سميا ما شئتم بلا اعملوا ما شئتم واحد دون تي سميا انه بما تعملون بصير واحد دون تي سميا وعلى سبيل التهكم بكرة محدد بحكو جاكس سمع واحد دون تد أنه يتهلا وإلهي واحد دون يال رسول إبنان آخر وي مركز آخرين متد بأنه واحد كاي يالي كتوسي دون أبو إلهي كله سبحانه وتعالى حقا أن الرسول حقو ليه هدد كل حشو اللين واحد دون سمع واحد كرنا شرع ذاق عدن دون ده فصنع ما شئتا كو فصنع ما شئتا وعلى سبيل التهكم واحد دون سمع ما يمعنك لا كجرتا معناها الله بادي كجر ثعون واحدة دين فاسنع ما شئتو حقنتها ما دام آتاي قف بني آدن نمدي كتغي دي محالة غافلي حيوان سنقو افعل ما شئتو سنع حيوان سنقو قوضة أنت تجربت من الإنسانية بني آدن وقتك تبعي محالة كالور لغافلي إنا حيوان وقتك لغافلي بكا سمي حيواني بادي افعل ما شئتو معناها أنا وكجرها علمات وحيدة دان قفك حشوت كأن لهين إنو وحو دون سمي وحتو قرانسها قف كاس أوبطة صدع قف شن قف تبان قف شن تبان قف ينقن وأنا قفون وكل كل ما يا سبب كل كل مي بريتو على سكالة كل كل مي ساعات نمسك سكالة ساعات كنت سكالة أيام تأفراس سكالة شرارة سكالة وحد راح يصور أديه يقول ماها وأني يو أديه ماها تورث مرجع بعد بس هو تجتهم ده وأني يو البحيب يقول إيه والبحية بدرس على بحية أنا أتطور مركزي قفك النوع عاصو كليتها وحال إذا هذا إمك شخص المنفصل وقفك كربحة وانفصال وعذر وجرؤ تذكر بيكون على إنه شل سيري موجو ما تو وحشل كروح كده مكشور ما حد وده شل سنة قالها كم أنت دم يكون شو قادوي وبدني يدي وشخص كربحة يا ومرض علم نفسه إمك دويه لكن كورن تطفر بدر المسلمين يوم مرت كاس مانتا جرداسي اي هيسا مركا حديث كاس وحي نوري امام بخاري رحمه الله تعالى انت اسا قبا حديث كي لبا ترات حديثي كي لبا ترات باقلنا عن ابي عمرو وقيل ابي عمرو سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم حديث كان وحينورنا يا صحابي غاوين الرادو كن يدي سأبي عمرو عن أبي عمرو أبي عمرو وحال لغوري وقيل وحال لدها وكالي أبي أم الله يدي والدها أبي عمرتها أبي عمرو أم أبي عمرتها
سفيان صحابي أمي عيسى سفيان الرجل ابن عبد الله رضي الله عنه قال وحوده هاي قلت وحانه يا رسول الله رسولك إلهي قل لي واحد يقول ترى هذا في الإسلام إسلام كواحد يقول ترى هذا قولا أراه إقدر كلمة إقدر هذا الإقدر لا أسأل أن ويدين عنه هذا الكلام هل كيس أحدا روح أم بشخص غيرك غيرك أن ويدين أديك واحد هين حديث أن ويدين أدو إقدر يا رسول الله قال وحود رسولك صلى الله عليه وسلم قل وحاتر هذا آمنت وحارمي بالله إلهي من رمي يده ثم كدبنا استقم توصنو وحي آتري كتوصنو رواه حديثك وحاوري مسلم رضي الله رحمه الله أوكي حديث كان إساقنا سيدي عادي نواهد مركو روحان سيرنا عوان ما سيرنا عوان كي سكو وحويان وحديثك كسو قادرنا وآمنت بالله ثم استقم هذا هو العنوان الأول آمنت بالله ثم استقم لأنه حكو جرى حديث حكو جرى كاس عنوان كاللبات والحديث كالسينة ويساقنا أن كرسوا بحي حديث كالنبي صلى الله عليه وسلم نفتي سوى أن كرسوا بحي وحوية عنوان كاللبات والحديث كالرسوا بحي وحوية ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكاء النبي انتليجانس النبي يعني مسكح النبي سيده النبي ولا دقميه سؤالها ددكو اي ويديان واسينيه وح دينته كميدا وقفكاسي مركا او باهيه سيده اسيني صلى الله عليه وسلم وذكاء ذكاء ما تا كمقن دعاده يا علماء قرنغان ان حديثك مركاس وحانو يمننا موضوعي لباد او اهد ان إنا وحكم بحنا سيرة دي لك إنه وريه حديثك حديثك واحد إنه وريه أبي عمرو وقيل أبي عمرتها حديثك سالس أكو قرن 40 كم نفسي سبع وحدث سفيان ابن عبد الله ابن ربيع ابن الحارس نكن بيعيسو صحابي كان قيمة أبدا ويسقون صحابة مشهورين تأنهين وحدث سفيان ابن عبد الله ابن ربيع ابن الحارس وحو كم ذا قبيل كرونجر الثقيف سادر هذا واحد الثقفي ثقيف ولا بدي قبيلة إن ضعيف دقريت مقال هذا ضعيف العرض مارتي النبي صلى الله عليه وسلم دقال كيو هنا بعد فتح مكة وكو قاضي رير كاس رير لبدر رير دقنا رير كم ذا أيال رونجر ثقيف مركا وثقفي وحاك الله للرعية مكة نكا لقوا ربي تاريخي الطائفي الطائفي أو كنغان طائف بقدر يعني مركا ولد بمدينة الطائف بنكاسي كل شيء وصحابي جليلة وحاو عمر أودي بدور قار وكسر عشي إنه ما دخلنا قدر مقالة طائف عمر بن الخطاب أودي برضي الله عنه جهاد كنبي كان مركو إسلامي كذب أنت والنبي جهاد قال يا بكر يا عمر بقى وكيف قال أنت أقبل نكاس وحور يبل هذا حديثان لاشان حديث بقى حديثان توريشان كوبانه وحكم هذا حديث كان aan maanta aan haysano iyo dhowr xadiis oo kaleeto oo ku qoran hatta kutubta saxaha ku wadareeyay tobadan markaas intaas aan ka baxayna taariikhdi sahabiga qiimiga badale qul aamantu billahi thumma istaqim waa xadiis qiimi badan waa xadiiskani waxay culimadu yiraahdeen waa xadiista jawaamicu kalim hada qadar rasuulka lagu soo ururiyay iyo kamid yihiin waa xadiisanta diinto dhan bay ku jirto al islam kulluhu fi hada hadiis اسلام قصده أدنى هاي حديث كبر كهل إسحاق سوونا يا بس الله عليه السلام ونبي قصده أوريه مركا واحد ستة جينا سجنا إن أفر عن الموت كو أريتك هذا محي قلت واحد كوري يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك وفي رواية أحدا بعدك روايتك لو حكيني هذه قد ضبطا هذا سؤال شاك ويدين لكن قضال قفك لو ويدين ماي أحد كل سؤال أن ويدين أدوون إيردا هذا غير كأن ويدين إيردا لبده وكو صار ترواد أصلا سؤال شع علماء وحيد هذين محان كفى إيدي سيرنا إن الساء والنبي قا صحابي قا سؤال ده محان كفى إيدي سيرنا أتيكو بده صدق شبه كفى سيرنا كو لمبر ون محان كفى سيرنا أهمية دا أي أولى هذا هي دين تصحابه ده مؤرن
قل لي يا رسول الله قولا لا أسأل عنه مور قولا في الإسلام في الدين إسلامك يكرر بس ما هو الدين مارته وحيلا إما كانوا كانوا سوي دين ولا ما هو الدين لكن دين تإسلامك قوم بس يجواب مركب محمد هني كوك ما حكوا جرا أهمية دا أولى ده الدين تو صحابة النبي رضوان الله عليه ما كوجر عزك الله ما حكوا جرا من كان يروح دون دون يا وحوية وحكون نجح لها الدنيا أخرها الدنيا آخره وحكون نجح لها أبو رضع عينيا وحور ربعين وقال وحيان قل لي قولا مركب ولي لا أسأل واحدا غيرك وقول أن إذا إفائدة الدنيا آخره إيانك ويدينيها مركب فائدة بوددونيا أريد صدحات وامحي وحيدا دين إنت أنو إيمان دكاق النبي جيس نمد النبي مسكحة بلاد النبي وحان كان صحابي كجرة مسكحة بلاد وحولي والرسول صلى الله عليه وسلم بعض الشراح وحيليه حديث وحو ويدي قبل وفاة الرسول إنتو النبي قولي من قهر يعني نبي واكوا سعودا دردارا بكذون النبي ودردارا مركا دردارا كونيه ويدين له واكوان له أوصيني يا رسول الله واكن دأبك وقاردي نبي صحابته نوين ما هي النبي ومركو دمينيس لحدانيس يو حكونا انت يو صدح صرح يعني مركا ما هداء يعني وين ما هي وضدك يرون أنه النبي واسي سعودا لكن واحد كارتين سيدو اتكني رسول صلى الله عليه وسلم نبي مركي ادي تقيرو كسو دواتي وحكو تكني فرد انت بضا سوى حنوسين حتى وحيت العاشة نبي وحكو تكني فرد حين حطمه الناس مركي دادكو دميين سيدي سؤال ويدينيين الجهاد وجينيين أي برامج بنادو المكشقيني يبادو ودالي مركب ما دام ودال حين حطمه حديث صحيح حين حطمه نحطم حطم مركب الدمي مركب الدمي مو رسولكم مركب الدمي بنادو كدميين بنادو كبار دبي مركب الدميين محوكو تكني أنا وعتري فردك صلى الله صلناه يعني فردك تكني صلى الله ما دام وفردك تكني ما حيس حبيت درهم يعني إنه هديته صدق بعي رسولك صلى الله عليه وسلم يأكل يعني مركب مركي وحتى سكرادي وعادو حنوستي أديركي عباس بن عبد المطلب مركو يمدي وأجاو حولي وكنت قايا نبيجو إن جردن عضو كان وكنت قايا وكنت قايا يعني وصعنا يا لن يقوم ما كعيو كما كعية مركز الأول محطو قرتي حولي وحن عاصم بدن وري عبد المطلب أدركي ديوه وحن عاصم رك بدن وري عبد المطلب هل كان سابر وجردان ويسعون يبر خبرات دمارته وذي يبحوري بادية روب بادية بلو عركو يقو بيبول بدايو حدو قرتينو ونهوز جوغي بنا هو قرتينو داي ينكال إلهي ونهوز جوغ نبول خبرة يعني خبرات دواحي نوشاك يسابول إنو حرجرين روب مجرو مرقى الخبرة وحي أشاكتي إنو نبي محمد لمن دولة سلم إلهي ماها وحي ماها لكن محوكو قادي خبرات دي بكو قادي وحي روحان آسئين بدنو الم عبد المطلبة عبد المطلبة لي أنبا أحفادي عبد المطلبة وقوقو هاي مركا بحالك أن كلا صوب حينا نكر صحابي وحاقو قرتي إنه النبي صلى الله عليه وسلم هدي صي صعده ومركا ودي سريع سؤال مهم عن تدريسه والذكاء مركز مركا قف وين وخبر الله الشيخ أو تكتيك أصل هذا ديب دو مركز هاوي ديب دي شو ما هاوي ستوك جبته ديب هؤلاء تيجي المحاكرة ذا ما إسلامتي بيراس هؤلاء تيجي سقجان كده يورب كجرا يكنا ديو وحاول دي سواحي على نحل قلها وأصل هذا هاي وهين دون تمد بدن هذا سينو لتي ما كان يمكن محوه قل لي قولا لا أسأل أحدا غيرك وفي رواية محرني بعدك أسلف أنا زبها سدع شوية أوكي حديث كبركة جوابت النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم نما حاكو جرام ومعناها لبعض أفرت تستيقى نتيكو ودام صباحني وصدحها معناها لبعض يكو جرام حي حديث كالنبي صلى الله عليه وسلم قل بكير داء 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 قل وراهو يا داء وحتى راه آمنت بالله أوكي أولا عدد قفكر وكالي قل داء وبي جليبها مسلم وهي قامح قل داء قال من قال با قال كامركو نويمة دوا إسلامي على سوق المسيطة شهد أن لا إله إلا الله رسول الله الله أكبر هي خلاص فريسة ورمي ضاي أني كما تقول كرت أقول شهد أن لا ده وايد هاي كرت أقول ده
معنى دقيقة كجرا خالف الله قول ده معنى ويما كجرا معنى كجرا محيها وحا كجرا المعنى الأول الدقيق وحويا قفك بني آنك إسلام مديسو ما هن مر محمر قرأ أنت قشو فريستها وهديتو أنت دقيق إسلام مدو ما هو للقه سبارت مركي دعاء الخروج من قصة بحاني دعوة النوشة يعني ضد بأورجيل بري هذا بلي هذا حلو ورمي كان إسلامي يكوني ورانا كوري أوف بقصة إسلامي مش كبحرها رجعنا وحاني محلي ما يقال إسلامي هنا أوه قرآن بقرة يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا وروحي كوي الله رميو رمايا وحالك عنه يا كرسوا بحن الإيمان يجدد لأنه يبلع إيمان كوال العزبوني سياب محايد عاي أو باليوبا أو قبوبا أو يسعونا إيمان كو تأكل باقرعا إنو تأكل كرعا محاد كوار كيسا قف بادر كيسا مركو إيمان كو عركا ومريو سنين خميس أيام عبيد ووضع أيام أكرا كيسا والله يا دامي والله واساس علي والقف كيسا يقول ما ما عدا إيمان كي ما فرستي قبوة بعد قفوة بعد صحوة قفوة بعد صحوة قفوة بعد ما حدا صحوة بدر كذب بدي وصحتي مرك إيمانكو وحوق على درجة بعمر هذين إيمانكو وحوق على درجة صدق أصعد 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 بيا لك سوق بتدوي وحوق على درجة صدق أصعد 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 ولبتي وصدق حدقها الغضاون ورقف كان إيمان بدنا تذكر في جحيم يعني. قر أخس بدنا صلاة بدنا إيمان بدنا لماذا وقف كل حال كان جانيا يا وإيمانك ولذلك نبي كمؤر صلى الله عليه وسلم إيمانك حج كمؤر النبي صلى الله عليه وسلم إيمان الله رميك قل حيك الرتادوان جددوا إيمانكم نبي حول إيمانكنا أسبوني سيئا